على كل حال لا نحاول نسلم عليكم كاملين. عينينا بيضة وخير تبيك والله يا شعب الصحراء. ما عندنا نحن هم شي قاعد يجي عاقبنا يسوى شنو. الله يجازيك بالأحسن. غير شفتوا هم في شي من المرتزقة وشي من الصفاجة وشي من الأحلاحة اللي همشوا الدنيا كاملة. ناصري حميد بطيت انت يا مخلوق مولانا سفير المغرب، قلبني نشد أخبار المغرب إلى عند الصالحين ما رأيتك تقعد قدام. على كل حال شتو هذه قصر عندنا على الفيسبوك، ما عاطيها لي عمر ولا عاطيها لي زيد، واضح لكم. وقضية مناصرة للشعب الصحراوي عدلت أيام سابق اليوم بلا جميل، هذا أهلي واضح. ناس يقول عدو ما هم فرصة لي غير أنا أهلي ودمي ولحمي، ولا علمني مولانا بخالق أموري تاني كيف تيانا ما عنده منهم خو ولا خت ولا ولد عم ولا قريب ولا بعيد. غير الناس تختلف في المواقف. ولاني ضد ان رقاش يعود ما يبقى اهل الصحراء، يقال لا يجي لا 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 يكرههم على صفحتي انا، ولا يتصل بي انا اذا درت منشور صحراوي والله كذا وكذا يتعلق بالقضيه الصحراويه بيدي لي قصرتي انا. انا ماني كاتب على وجه حد منكم، لاني دايروا على ظهره. ثم الواضح لكم كاملين، ولساني ما هو مقطوع وحد سماه مرعواركم سماني يسوى ملي منهم. والله ملي العلي العظيم اللحق يا حد مزب اللي يسميهم على صفحتي انا، والله يسميهم كيو اللحلاحه كاملين. فت قمت عليهم وصلا دخلت في القضيه، لا شفت شي من الخلق متبارك مع اهل الصحراء على ملي تحجات من تمات وكرهتو في 11 تمات، واللي منكم ما يبقى يكره مارو يفتصل معاه. راني قايلها لكم يا غير ما فيك مرقاج لين اطلع له على صفحته ونقول له اها انا ندرك ناصر القضيه الصحراويه والله الشعب الصحراوي. ما فيكم حد لين يطلبها منه، لا واضح بين اللي كله رقاش شيخ في قصر عنده على فيسبوك يعدل فيها ذاك اللي يبقى يسوى شنو. قال قصرتي انا موهبها لي قضيه عاجله وقل الله يندافع عنه شعب الصحراء. ما معناه اني سكت عنهم نهار والله اثنين والله ثلاثه والله وحلت في شي قاع من خمار زنحنا اللي خلايا، معناه اني غيرت مبدئي والله غيرت مواقفي من القضيه الصحراويه. حاشا انا شفت حزمت عليه ما تحرك. وحد سالهم راهو سائل يا قاري اللي جازيكم بالاحسان، انا متابعه الناس ماني متعشي منها ولاني متقدي، ما الواضح لكم ولاني دايرها في البنتي وصداقتهم كيف يامس وقدي من السما حد يبقى يقلعوا يقلعوا. واللي شايف عليا اني نبقيه للصحراء راني قايل له اني نبقيهم واني موقفي ما زلت عليه ونحد سماهم سماني باللي يقول واحد لساني سد القبيله ولساني سد لشي ثاني ثاني مدفع معمر قايس به اللي عسرامي. وانا والله يا حد سماهم الا سماني انا، حد عيبهم الا عيبني. يا غير ماني فرصة إلى حد انه يعجب قيهم، كلكم عنده قزرة على فيسبوك يلحلح عليها كيه يبقي. يقال لا تدخل لي انا في حياتي الشخصية وقزرتي لعندي وانتهي للصحراء كذا وكلهم يمشي لي شي ما نعرف شنو. انا للصحراء نبقيهم مكابر بها واهلي وفرصة لي، واللي يبقي قبها يسرطها يتلب لها شي مكوكا، واللي ما يزينة عنده يطرطق مولي قدي من السماء لا بقيت وقبضوا له عود وطيحوه. اما لو واضحكم تفيتي حق وتفاصيل يجين وكلها يطلع لك انت خالق لك وانت خالق لك. احنا مشكلتنا ان الشعب عايش على النفاق. الشعب الصحراوي شو قد يعود بينه معاه من العداوه؟ احنا هم الرصافين عليهم القايله من النهار ظلما وعدوانا محمجيتنا عليهم المغرب وتباركنا معاهم ونحن هم اللي ظلمناهم وفرقوا فينا لين ذاك وفرقنا فيهم وبايقين علاش نرصفوا عليهم؟ وموريتان تعرفنا معدل الخطا نقول هنا لفوق من دهر ولداده وتعرفوا انه حقيقي وما زلنا ندفعوا ثمنه الى ضرك. احنا لكنا مده ما تعود كاع هما اويتهم الجزائر، نحن شي مسو تعرفوا انها حق. احنا ما هما قرب الجزائر منا اللي انفصلوا فينا ما نعود وقفنا معاهم نحن. احنا ما لناش نحن شقط مشينا لهم المساعدات وجهه رقم الصوت شقط قاسم عندنا اللي قط مشينا لهم شنو؟ انا نهر الصحراء حد قد يشكرهم يعدلها، حد قد يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر يعدلها، حد ما يقد حرايق ويصمدوا. أما اللي لا نقول لكم أنا ولا أخاف عقباها اللي قد عدلنا له للصحراء شنو هو جدركم الرسول. إلى إما كاملة تصفق المغرب، المغرب هي أول حد رفض استقلالكم وما زالوا لليوم يقولون لكم طاشة من ترابهم. وأول مدة بات تخليكم تدخلوا القمة العربية، وأول مدة رفضتكم من استضافة القمة ذوك النهارين. لا واضح، واول مده طاعت 12 سنه ما بيتعترف كاع عندكم دوله وانكم شي كاع يسوى شنو؟ انتم خلاكم التصفاق اللي يعطيكم الوضع عقب لوحدين هنا لا تسمى الصحراء يطرطق واحد منهم؟ انتم ما عندكم شي؟
حتى المغرب اللي قط وقفت معاكم فيه في التاريخ كامل شنو؟ ادوني منها احداث السنغال مشات ودعمت عليكم السنغال. ده اللي عدلت لكم شنو؟ حرم موريتانيا والسنغال، مال هي اللي دعمت عليكم القايله منها؟ مال تحم جالكم صدام حسين؟ مال الرئيس الراحل والعبد العزيز اللي كان على الصحراء؟ مشى شم السلطات الصحراويه شم اللي شاشر على رق دخل مشاهم قال لهم لا يحاربوا مع موريتانيا وردهم معاويه ولا الطايع. انتم لو امان انتم ما عندكم شيء، انتم عايشين على التصفيق كاملين. نقولها لكم انا اللي منكم اللي قط عدلت لنا المغرب شنو؟ على مر التاريخ اول مده كانت لا تحتل موريتانيا 1963 لحتى ما تعرفوا التاريخ اللي كانت ما وقفت معاكم الجزائر تعود احتلتكم كي تعرفوا اللي كانت لا تعصفكم عن طريق تندوف. واضح الى تقع ما تبقوا الصحراء ولا فيها لكم خو ولا فيها لكم بو ولا فيها لكم عم ولا فيها لكم خال. عودوا واقعيين، مدة ترابها مقلوعة منها ظلما وعدوانا. عودوا انسانيين، لا تعودوا تلحلحوا على مدة هي عدوكم على مر التاريخ. مازال يقعد منها وزير ويقعد منها رئيس حزب ويقعد منها عمار وزيد ويقولون انهم هم ترابهم من هون نهر السنغال، ويوقف واحد ويقول الصالحين والسمو التراب. انا ماني ضد الصالحين ولاني ضد عمار ولا زيد غير ناصر بعد القضية الصحراوية، ذا واضح. ولا خالق صحراوي لا عاد عايد ولا عاد مزروق في المناطق المحتلة، ذا واضح. ولا عاد بايع الصحراء يوطيته ما نختارها عن المغرب بصفة عامة، ولا هو في الحمادة ما نختاروا عنهم كاملين. يا غير بعد يحرق بياتكم دي صفحتي أنا حد يفصل معها، ذا بعد ما في شي خاسر. ولي انت وترجعوا للتاريخ ولي أرض كذبتوا، ذا واضح. انت التاريخ قطعه المغرب، منين مغربي واحد قد جادل يقول لك انه 1975 قد خلق في تراب الصحراء؟ والله قد قعد فيها، والله قد خاض منها عابر السبيل، وتعرفون انها تراب محتله، وان رقاش قد يحتل التراب ولا قد يحتل القلوب، لا تعرفون انه حقيقي، الا مشات مده من السفهاء وباعت الصحراء، ولا مشات مده نحن فينا البيع اول النهار واخره، وكنا لا نباعوا نحن القايله من النهار، وفينا بيع الضمير وبيع المواقف وبيع المبادئ وبيع كل شيء. قال انا ما هو فالي. نتحزم على شنو نمشي عنه انا شخصيا، ونكريكم توقفوا عليا كذبه في يوم من الايام قد تناقضت لكم في قضيه الصحراء. الراعي في وحدنا لا لي نعطي نهار والله اثنين ما تكلمت عنها، يقوموا يشبحوا يذرحوا كي شامبريرات، ولساني ما هو مقطوع والله ما يسميها حد كي جميع تسوي اللي فدقمت عليهم. ما عاد مصبي من ذول المدونين ولا من ذول الصحفيين ولا من ذول المرتزقه جميع التمات. ما انا واضح لكم الصحراء لا يقول لهم حد واخرت والله حلايقوا يزمدوا عنهم، لا راني انا نقولها لكم واضح. قالها لكم من ذا المنبر، قال لي قصرتي انا اللي منكم جيت وشور قصرت وقلت له شي خاسر يرصف علي بعد ويقول لي الكلام الخاسر وبيقيه لي. قلت حد يشوف علي رسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم لاهلكم وانا خيري لاهلي، واضح. ذو اولاد عمي ظهري ودمي ولحمي وبيقي متحمجي لهم تحمجوا النصارى. انتم تبقوا باتين الممثلين وتبقوا الاتراك وتبقوا مهند وتبقوا ماريت شوي، وانا بيقي باقيه للصحراء. بعد ما قلت حد يا اخوتي شوفوا على حد تبا رايكم تبقوا دي لين مال معاكم هون من ساعة نتشات مرتان عدلتنا في كعلونا على وتصفقوا وتذنوا وتعطوا الصحق عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. على الأقل بعدين نعودوا نشوفوا اخوتنا عانوا من ذي المعاناة، لين ما نعودوا نقدروا نوقفوا معاهم لفوق لازم ندعو لهم مولانا بعد نعترفوا بعدين ذي ترابهم مقلوعة منهم اللي هون واحدين فيهم حساسية من الصحراء. الصحراء ما بينهم حقد مع أهل موريتانيا ولا عاد بينهم نحن هم اللي عدلناها. يا غير تلك أمة خلت احنا رصفنا عليهم الوقت اللي فصلوا فينا القايلة من النهار ينفصلوا فينا رصفنا عليهم. ما عدنا لهم صديق ولا عدنا لهم اخوت ولا عدنا لهم اولاد عم. وانا ذا اللي نتكلم لكم ما عندي طاقة تشركني عليه الصحراء، وراني نتحدى كل حد عليها. راني قايلها خلقت هون وربيته اصل بعد ما انا خلاقها في الفضاء. وضح لكم ابوي وابو ذاكي الخطيئ ومواطن موريتاني غير بيقي باقيه للصحراء ولاد عمي ظهري. قد حد يشوف علي يعطيكم الوضع لعل منكم ما هو مصاب يفصل مع ذو الناس. ولا يطلع لي انا واحد في الخاص انه ناصحني انا ما ننصح. انا ابوي وامي درتهم في الاقبال وردمتهم. وراعي نرد ونضحك ونضحك مده ثانيه قاع ما تستحق الضحك. انا اني ما يقدر اقاش يقول لي عدل والله لا تعدل. واللي ما هو مصاب يفتصل معاهم. خصوصا على صفحتي انا. راني عيني اللي نزرقها على ذاك الخلق كامل. والله الا مصابين. اللي منكم ما هو متكرفص يفتصل معاهم راني قلت لك. السلام عليكم ورحمه الله، سمحوا لي طولت عليكم. صفاك حق وتفيت ونحن كذا، انتم ما لكم شيء. احنا عندنا البعضيه مخسره اسم موريتان وفطون فم بعضيه مخسره اسم الصحراء. يا قاعد ايش من السفهاء ما ينقبضوا به دولتين ولا ينقبضوا به مده خوت ومده دم ولحم ومده اهل ومده مجتمع واحد وعادات واحد وتقاليد واحده. عارف الصحراء فيها من الخز والقصران العمر
فمشي من السفهاء اللي قاع كل واحد منهم يوقف لك يقول لك انا مقربي وانا خالق لي وانا خالق لي، واذا ما تقد تشوفوا لي ولا تقد تقبض به بوه وبوياك بوه كاتلته المقرب، انا ما تقد تقبض بوه بذنبه هو لواذا، ولا تقد تقبض سفيه موريتاني اللي قام به المرتب قال لي نقول لكم انا اللحلاح عندي قزرتيان حد ما هو مصاب يفتصل معاه بويقي دايره للصحراء، انتم قاع حول انتم جايين تتابعوا قزره ما تعرفوها، انا مالك ندافع فيها لا اخبار الصحراء، وسابق ذاك بديت به نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمقدسات، ودي دي صفحتي انا واللي منكم دخل بروفيلي، لا يجبرني داير راية مرتان وراية الصحراء وبويقي قد من السما طيحوا، واحد يجي يقول لك انت انا ما كنتش هكاك تتكلم عن الصحراء، انت الراية اللي قدامك ما تفاصلها اللي يعطيك لعنة الله، انت جاي داخل على صفحة مولاها داير راية الصحراء وراية مرتان في بلد ولك 20 سنة تضحك ما تعرف الصفحة شنو، لا تعرف منشوراتها شنو، ولا تعرف ذلك انت انا ماشي فيه شنو، معناه نحن ارقاج نين يعود مده ما يقد يأيدها، يراعي فيها مظلومه، يراعي فيها مناسة تبتقش كل نهار تبتط، يراعي في ولادها في الاحباس، يراعي في ترابها مقلوعه مها، نين يعود ما يقد يساندها يعملوا بدعاء نعود بعد حرم ولا نوكل من السكر. الو راني نحاول عليه ما يرفد التلفون، حنا على عليه دارك بيه وحلت شوي يا راني نعل عليه دار لو سمحوا لنا الله يحفظكم تعالى كلنا، واللي ما يبقى في الصحراء ما يفرص عليه الصفحه لا يدخلها، يقد يخرص ذاك اللي زين عنده هو ذاك المونك عنده يا غير ما يطلع لي انا واحد في الخاص يشبح ويذرح وانت كذا وكنا شاكين كذا، لا تبقى للصحراء اصلا ما نبقي اليهود تو بقيتوا اسرائيل ورايكم تشجعون، واحدين يبقوا شبنه الكرة القدم واحدين يبقوا الافلام وانا باقي ذو الناس لوفو بعد ما يقد حد يشوفه ولا حد، الا تبع خلاقي انا عليكم احترمني احترم ذو الناس قاع في جريمتي يخلينا الاخلاق نبقاو بها، والله مولي مصبي تبارك معاهم ناصر حميد اللي يعطيك رجيت لك من عند مولانا اللي ما انت ما تحشم تفت انت ما تكسح تقمت عليك في رمضان وقيدوه اللي خلوه تما وقيت ويا مخلوق مولانا، حتى نعود نتكلم على المبيطيح تطرحوا لي كاملين نعود نتكلم عن شي مشاكل مرتان والمواطن المرتان، واذا اللي ألمه يطلع لي واحد منكم انتم يقول لي اه لكن القضيه صح ما عنده علاقه يعود به للصحراء، مخلوق مولانا رانا قاع الشقبت نحن قضيه الصحراء عندنا دار 15 يوم ولا 20 يوم استراح يا مخلوق مولانا، حتى انا جابر لي شراي فرق كريجيك وفرقه كونكسيون وانا بعد عاجبني مثل وجهه راني المقرم ما تخلص له، لو دعناك من مولانا سمحوا لي بعد طولت عليكم.